سيدة تونس اللي أظهر مرة في مرة وأنه من أجل الحفاظ على تحالف مع حركة النهضة هو مستعد للتضحية بالحقيقة. المعطيات هذه تأكد لنا مرة أخرى وأن ثم إرادة سياسية لطمس الحقيقة. القضاء في المسألة هذه قاعد يستعمل كأداة لتمرير هذا التوافق السياسي على طمس الحقيقة. ولهنا نحب نأكد مرة أخرى وهذا اللي أكدناه اليوم أنه وقت نقول القضاء ماناش نقصد القضاة والقضيات بشكل عام، نقصد بشكل مباشر الحاكم التحقيق السابق في المكتب 13 اللي ولا رقاوه من بعد ولا وكيل جمهورية، وبالتالي عنده الإمكانية باش يعرقل أي مسعى لتعميق الأبحاث. هو مثل الحلقة الرئيسية في تمرير هذا التوافق السياسي، تمريره قانونيا وقضائيا. إذن بالنسبة للجبهة الشعبية تعتبر وأن جريمة اغتيال الشهيد شكري بلايد كيفها كيما جريمة اغتيال الحاج محمد الإبراهيمي وبالمفتي والمجد العجلاني وفي الحقيقة كل الشهداء من الأمنيين والعسكريين والمدنيين، إنما هي جريمة دولة باعتبار وأنه ما ثماش إرادة سياسية من طرف الائتلاف الحاكم لدفع الأبحاث أو لتركان المجال باش الأبحاث تمشي لقدام. هذا جانب. الجانب الآخر واللي هو جانب سياسي بالنسبة لنا الشهيد شكري بلعيد كل حاج محمد إبراهيمي وكبقية الشهداء، إنما استشهدوا لأنهم كانوا مصرين على مواصلة الدفاع عن الأهداف اللي ناضل من أجلها الشعب التونسي في ثورته واللي تتحوصل فك الشعار شغل حرية كرامة وطنية. بقاوا مصرين وواصلوا معناها نضالهم وضربانهم، إنما هو أحد أهدافه الرئيسية الالتفاف على المسار الثوري هذا، الالتفاف على ثورة الشعب التونسي.